فيتي الصغيرة ميرا تأخرت؟ لازم نلعب قبل ما تعتم الدنيا. ما بتشوفوا بالعتمة؟ منشوف، بس الماما ما بتسمح لي ضل برات البيت لما تعتم الدنيا. وين رفيقتك الصغيرة؟ ما بعرف، يمكن أمها ما دعتها تظهر من البيت حتى قبل ما تعتم الدنيا. مين عم بيربح؟ ليلتنا. كيف هيدا؟ يعني بتربح اول دق بتخلي رفيقتها تربح تاني دق. ما بنلعب الا دقين. هيك ما حدا بيطلع خسران بالاخر. يعني من زعبر. ما اسمها زعبرة، ما زال الاثنين متفقين. ما هيك طن؟ قلت لها ما صدقيت. ميرا بعدها صغيرة. أنا مش صغيرة. أصغر مني بسنتين. البابا أخذني بكرة يشتري لي تياب، أنا رح نقيهم. أنت أمك بتنقي لك تيابك. خلص؟ رح يشتري لي كتاب جديد؟ وعدني. انت بتنقيهم على ذوقك؟ انا بنقي. ليه الماما بتشتري لي على ذوقها؟ ما تبلشي انت التانية، اهلك على طول مرتبينك وملبسينك على اخر موضه، ومنك مبسوطه كمان؟ اشتروا لي على ذوقهم. ذوقهم بجنن ومهنجينك اكثر من اللازم، اذا بعد بتنقي بقول له ما بقى يشتروا لي. ما تقولي لهم مع رفيقتك قبل ما تخلصي دروسك. عنا وقت كتير تنحضر للفحص. رح تضل تقولي عنا وقت تيخلص الوقت وتخلص السنة وما تنتبهي. ميرا ناطرتنا. طيب ما رح زعل ميرا، بس قبل ما تعتم الدنيا. بعرف. باي. أنا مخلصة دروس بكرة من امبارح. أنت ما عندك شي تدرسيه؟ ولو أنا هدى. تشرفنا. دور مين يربح اليوم؟ دق جديد، الشاطر بيربح. بعدين منزعبر. اوكي.